طيب يعني معدل الانجاز قد ايه؟ وهنعمل والبيوت، هل احنا بنبني مباني جديده وبنرفع كفاءه مباني؟ طب وبيوت الناس هنعمل فيها ايه يا دكتور؟ فيها مبادره سكن كريم، ودي احنا شغالين فيها مع يعني بجانب وزاره التضامن الاجتماعي، بنراجع الحالات من اهالينا اللي محتاجين رفع كفاءه منازلهم، وبيتم مراجعتها طبقا يعني لمؤشرات واضحه، يعني المؤشرات دي وضعها وزاره التضامن الاجتماعي، وبنراجعها علشان تبقى التوجيه الدعم الى مستحقيه. يعني ما ينفعش ناهل سكن وفي اسره عندها سكن بديل موجود، يعني في اسره عندها بيت او اتنين بيت او اتنين ريفيين واحنا ناهل بيت منهم، لا، الناس اللي عندها يعني تحديات اقتصاديه هي دي الفئات المستهدفه بالنسبه لنا، ومؤشرات واضحه بيتم عليها الاختيار. يعني احنا برضو في كل مجموعه كرة عاملين الدراسات بتاعتنا ومحددين المستهدف، احنا بنتكلم من 6000 ل 7000 تقريبا، بنراجعهم دلوقتي علشان في مرحله التنفيذ يبقى التجهيز للسكن الكريم.